في إطار الدورة الخامسة لمهرجان الإكليل الثقافي المنظم من قبل جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم تنظيم ندوة حول موضوع مدينة المستقبل والذكاء الاصطناعي بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار. تم توجيه دعوة لي باش نقدم واحد مداخلة حول موضوع من المدينة الفاضلة إلى المدينة الذكية. يعني المداخلة هي حول طبعا تصور ديال المدينة الفاضلة لبلاتون، ومن بعد غادي نعرجوا على المدينة الذكية وكيفاش ممكن نربطوها بالمدينة المثالية. الحدث عرف تدخلات ناقشت بالأساس أسس إنشاء مدينة مستقبلية تزوج بين مفهومي المدينة الفاضلة والمدينة الذكية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية للانتقال نحو المدن الذكية المستدامة.